هذا مثلا ما باش واحد ينصحك قال الله يا اخي اسمع اسمع صافي انت شرب 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 حل الله شرب 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 يا اخي شرب تمر 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 مقلب 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 ازرق اكبر اسالك بالله لا لا اين احسن ما احسن السلام عليكم هذا شارع الاصبحي يا شباب اي والله شارع الاصبحي واحد عنده ديالي مو ندعم ها انت فاطر ايش لا تفعل يا اخي يا اخي ما بنصومش ما بنصومش كيما انت مسلم انت مسلم 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 انت يلا انا داري انا داري هذا رمضان معنا لا شيء ما علينا ماشي تيجي اصوم ما تيجي تصوم انا حر في بيتي انا على حر انا حر في بيتكم في بيتكم انا حر انا مش قدام الناس مش قدام يا اخي والله الناس عيب والله والله انه عيب ما اخي والله انتم زيدوا بها يا اخي انا حر من زيد بها والله انه عيب والله ما يصلح والله فاضي ها فاضي يا زلمه فاضي يا زلمه فاضي